بكل فرح واعتزاز نخلد اليوم ونحتفل بذكرى عيد ميلاد سمو الأميرة للا خديجة. هذه مناسبة باش نعبروا على طبعا الفرحة ديالنا واللي من خلالها ترجمت لواحد الإبداع ديال أغنية جميلة اشتغلت عليها الإعدادية تنوية الإعدادية مولاي يوسف خلال 5 أسابيع من خلال تكوين أو تشكيل واحد الكورال مكون من 36 تلميذة اللي اشتغلوا على أغنية كانت من يعني إبداع الأستاذ المادة ديال التربية الموسيقية واللي كان شغلوا معاه في إطار شراكة واللي قام بالتدريبات لمدة 5 أسابيع خارج أوقات الدراسة وشغل مع البنيتات في الإعداد ديال هاد الأغنية. طبعا المناسبة جميلة ما كان إلا أنها تعطينا واحد الإبداع جد متميز لا من خلال الكلمات أو كذلك من خلال الألحان ولكن خاصة من خلال أداء 36 تلميذة اللي من خلال هذا الأداء استشفينا أن هناك واحد الحب عميق وواحد دلالة قوية للالتفاف حول العرش العلوي وكذلك حول الأسرة العلوية. هذه مناسبة كذلك لأن أتقدم باسم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمديرية أنفا بأحر التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللأسرة العلوية وكذلك الأميرة للا خديجة الأميرة التي تسحر الباب كما جاءت في عنوان الأغنية. احنا هذا العمل هذا جا مفاجأة يعني للتلاميذ لأن هذه أول سنة نشتغلوا على لاكورال في الثانوية الإعدادية مولاي يوسف وهي كانت فرصة أننا جت مع المناسبة ديال الأميرة للا خديجة واشتغلنا على هذه الأغنية الجديدة تحت عنوان أميرة تسحر للباب تنعبروا بها على المحبة ديالنا لسيدنا الله ينصره وفي نفس الوقت تنباركوا الأسرة العلوية بهذه المناسبة الجليلة. كانت في مدة أسبوع بالضبط كانت بحثنا على كلمات الشاعر سعيد ودغير الحسني والألحان والتوزيع كانت بالنسبة لي عدو بالله مقلت أنا والأداء ديال كغال التنوي الإعدادية مولاي يوسف ده المناسبة شرط المناسبة ديال الأميرة للخديجة يعني خص البنيتات هما اللي يكونوا في الصورة باش يواكبوا معها الحدث.